بقى الراجل ده عليه عم مدينة من الصبح على الطريق على رحمه بطني بان عليه ضايب ولا ايه الحكايه؟ درى النيتن يا عم بس قاعد يتلفت حوالي زي الفار بان مش ناوي عليه يجيب لنا اكل ولا ايه؟ والله عم من الجوع. طب يا ابني روح خليه يجيب لنا اكل يا ابني. لا روح له انت انا كسف اقول له. تتكسف كيف يا حبيبي؟ اللي زي دول برديين. لان زمان الناس كانوا جابوا لنا اكل بتاع 50 مره الواحد. كيف يا حبيبي؟ ده شغل مش هناكل. ايه يا عم ده؟ روح قول له يا ابني والمصحف امشيك من الشغل. عادي يا عم شيلوا شميكف على حد. ليلتكم حلوه النهارده. صوتهم عالي ليه دو؟ اوعى تعلي صوتك عليا يا دنت يا تغل تروح. مالك يا حبيبي منك ليه؟ صوتك عالي ليه؟ مفيش حاجة يا حاج تعال اشتغل يا دنت. اجيب لك اكل ولا حاجة طيب؟ يا عم انت لسه هتستأذن، يا عم الواحد هيموت من الجوع. لا شكرا يا حاج. براحتكم. قلت له شكرا ليه؟ جعانين يا عم. ده راجل بارد يا ابني ما صدق قلت له شكرا. ايه يا عم ده؟ عم الحاج احنا عايزين ناكل. الراجل اللي معاك قال شكرا. لا ما شفتش بنود بالمنظر ده يا عم. يلا يا اخي. لا احنا لو هيجوا من وراك ملايين الدنيا. على الطريق ما احنا شغالين عندك ده.